السلام عليكم ورحمة الله. فقرتنا الأخيرة مع الدكتور حسام أبو البخاري، مدير تحرير جريدة دراسات نقدية في الكتاب المقدس. السلام عليكم يا دكتور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحقيقة قبل ما أخد مع حضرتك عنوان الحلقة المثير النهاردة، هتسمح لي بس عشان في ناس عندهم مشكلة هيعرضوها في دقيقتين ونرجع نستكمل حديثنا. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازي حضرتك استاذ خالد؟ مدام فاطمه، ازي حضرتك؟ اهلا يا فندم. ازي حضرتك؟ اتفضلي يا فندم، اتفضلي. دلوقتي لو سمحت، احنا عندنا مشكله دلوقتي في ماده الاحياء ثانويه ازهريه. ده السنه دي ولا امتى؟ لا، دور تاني السنه اللي فاتت، وطبعا في وجود بعض الاسئله الخطا في الدور الاول برضو السنه اللي فاتت، والدور الثاني السنه اللي قبليها. نعم. يعني 2007 2008 و2008 في ماده الاحياء. ماده الاحياء. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. في سؤال طبعا انا اتكلم على اللي بصني انا في الموضوع دلوقتي، اللي هو ابني كان بيمتحن السنه اللي فاتت احياء لعذر قهري اجل للدور الثاني يعني. فلقينا السؤال الرابع جزئيه ج، طبعا هو سؤال رسم جنين وبيقول للطالب اذكر اي المراحل ولماذا. طبعا الدكتور كان يقصد مرحله ثالثه اللي هي مرحله الولاده، اللي هي تبدا من بدايه الشهر السابع لغايه الولاده. كويس. طبعا المفروض دي بتيجي صوره لجنين كامل النمو، لان كل الناس تعرف ان ابن سبعه بيعيش وبيجي كامل النمو عادي جدا كانه هو طفل طبيعي ممكن يتولد في اي وقت. نعم. من بدايه اليوم السابع. نعم. طبعا الصوره لما حضرتك تشوفها تقول عليها مثلا قرموط سمك، سمكه. يعني المرحله دي بنقول عليها عند شهر ونص من الحمل بتاع السيده. يعني اقدر اقول عليه شهر ونص، اقول عليه شهرين ثلاثه. يعني الصوره اللي موجوده في الامتحان، ايوه، بعيده كل البعد عن المرحله الثالثه. نعم. اللي هم السؤال فيها، اللي السؤال فيها وتم التصحيح عليها بنموذج الاجابه. طيب هل حضرتك رفعت شكوى للمسؤولين في الازهر عنها؟ طبعا. رد عليا طبعا رئيس قطاع المعاهد الازهريه استاذ ابراهيم عبد العال. وطبعا المشكله ان هو حولني لوضع الامتحان اساسا استاذ سمير جاد امام او دكتور سمير جاد، طبعا واخد دكتوراه، خريج كليه علوم تقريبا، واخد دكتوراه في الوراثه. فدي حاجه بعيد عن التكاثر في الانسان او الحمل. كويس. والحاجات كويس. دي كويس. وصل اتطور الموضوع لفين يا مدام فاطمه؟ دلوقتي احنا رافعين قضيه في محكمه الدقي، اخر نقاش حصل بيننا وبينه، انا قابلته شخصيا على العموم. نعم. فقال لي هي كده، يعني هو بالعافيه هو كده. طبعا حضرتك لو احنا حضرتك عرضت الصوره او احنا عرضنا لسيادتك الامتحان، احنا هنفتح التقرير المره الجايه هناخد كلام عن الامتحان ونشوف الصوره. طيب هل حضرتك ده مردوده على ابنك كان ايه؟ طبعا هو الولد جاب 604، كان امنيته انه يخش هندسه 608، هندسه اخذت. السؤال ده نزله 5 درجات، الى ان اجابته بالنسبه لوضع السؤال الولد ادق من يعني ابن حضرتك كان ادق في الاجابه من اللي رسم الرسمه. اكيد طبعا. طب هل الكلام اتعرض على فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر؟ طبعا احنا اشتكينا، حولها يعني انا لما اجي اشتكي المفروض يحولني لطرف محايد، ما يحولنيش لوضع الامتحان نفسه. وعمره ما يقول انا غلطان. نعم. لكن هي الصوره عامه سيادتك تعرضت ليها تلاقيها بيدرس لهم. طب مدام فاطمه، هل نعم. الشكوى لابن حضرتك بالتحديد ولا ده كان موجود عند كتير من الناس اشتكوا في هذا الامر؟ هو وجود يا استاذ خالد، بس مشكله الشعب يعني يا اما غلبان يا اما يأس ان هو ياخد حقه. واكيد يعني في حاجه، يعني الامتحان ده اتعرض ليه 5000 طالب معادني تقريبا، على ما نقول ان الدور الثاني دخل فيه احياء 5000 طالب. نعم. انا مستغرب، انا كنت رايحين محكمه الدقي متخيله ان هيبقى ال 5000 رايحين يشتكوا يقولوا يعني. لقيتي كام واحد بقى؟ انا ما لقيتش الا انا. طيب انا اسمحي لي حضرتك، ان شاء الله في الكنترول هيتابعوا معاكي المشكله. أيوة. وهنحاول نعرضها ان شاء الله على فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر، إن شاء ونحاول الله. نشوف الحق يتاخد ازاي، لان ده مستقبل ولادنا، واللي يحط امتحانات ما يقلفش، ما يعرفش، ما يمتحنش، او ما يحطش اسئله. انا هطلب من حضرتك دقيقه كمان بعد اذنك. اتفضلي يا فندم، اتفضلي. دلوقتي الشيخ الازهر، انا بتمنى، لان الامتحانات اتحددت للثانويه الازهريه 5/6. ايوه. فيعني الرقابه اللي احنا بندور عليها، يعني الراجل ده حط الامتحان او هو برضه، يعني انا سالت، انا نفسي ما حدش يتاذي زي ما احنا اتاذينا. احنا بنجري دلوقتي بقالنا 2 سنين ثانويه عامه. مش عارفين ناخد حقنا. طب ذنب 70000 طالب داخلين دلوقتي امتحانات، يعني انا كل انا بدور عليه دلوقتي ان في الراجل ده هيحط امتحان لثانويه ازهريه هتمتحن في 5/6 ان شاء الله. نعم. نعم. فهل فضيله الامام يعني يحقق في الموضوع؟ حاضر، هنوصل صوت حضرتك ليه، وان شاء الله نحاول نشوف نقدر نعمل ايه ان شاء الله باذن الله جل وعلا. وخصوصا يا جماعه ان احنا مش عايزين نفرق، لو الكلام ده كان حدث في ثانويه عامه كانت مصر اتقلبت. يعني لو في مدرس حط سؤال غلط في ثانويه عامه كان اعتقلوه، كان اتنقل وكان اتبهدل. فما ينفعش النهارده نحط سؤال غلط بناء على كلامها، لازم نعمل تحقيق ونشوف الموضوع عشان ما نضيعش مستقبل ولادنا. ارجع لحضرتك، بعتذر بس كانت مشكله معانا. لا 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 لا. دكتور حسام، عنوان مثير ايها الوغد الاحمق.
دع القراءة القديمة ولا تحرفها. ايه مغزى العنوان ان انت ما شاء الله عظام ماعز واللي بعدها انا مش فاكر هنود الحمر. ها قول هنود الحمر. عايزين نعرف ايه مغزى العنوان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. الحمد لله يا رب العالمين. في مخطوطة من أهم مخطوطات الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد تسمى المخطوطة الفاتيكانية، وسميت بالفاتيكانية لأنها محفوظة حتى الآن في الفاتيكان، مكتبة الفاتيكان. في كتاب في العهد الجديد يسمى رسالة إلى العبرانيين، مكتوب على الهامش تحديدا في العدد 1-3 هذه الجملة، ولكن باليونانية: أيها الوغد الأحمق دع القراءة القديمة ولا تحرف. قصة هذا التعليق أنه كاتب أو ناسخ المخطوطة الفاتيكانية كان يكتب عدد في الرسالة إلى العبرانيين، ثم بعد ذلك جاء بعده ناسخ آخر فغير هذا العدد، هي بالتحديد كلمة فيرون، غيرها الناسخ الآخر إلى كلمة فانيرون. المسيح يحمل كل شيء، كل الأشياء بكلمة قدرته. الآخر غيرها يظهر كل شيء بكلمة قدرته. فجاء ناسخ آخر الثالث وغير التغيير الثاني وجعله الكتابة الأصلية اللي هي المسيح يظهر كل شيء بكلمة قدرته، ثم كتب هذا التعليق: أيها الوغد الأحمق دع القراءة القديمة ولا تحرفها. نحن سنردد مع هذا الناسخ الذي لا نعرفه، ولكن سنردد طوال هذه الحلقة تلك العبارة: أيها الوغد الأحمق دع القراءة القديمة لا تغير. لا تحرف. في الحقيقة إن احنا في الحلقتين السابقتين عظام ماعز نظرة في الدين المقارن شرحنا فيها أو اختصرنا فيها مبحث طويل جدا، وهو المتعلق بتحريف الكتاب المقدس في عهديه القديم والجديد. وفي الحلقة الثانية الهنود الحمر مبحث في الألوهية تعرضنا فيها لإشكالية لاهوت المسيح وألوهية المسيح. هذه الحلقة الثالثة هي عبارة عن دمج الحلقة الأولى بالحلقة الثانية. كويس. كيف هذا؟ إنه هذا التحريف الذي شرحناه في الحلقة الأولى له إسقاطاته وتجلياته في موضوع الحلقة الثانية. فكرة. اللي هو لاهوت المسيح. احنا بنسأل سؤال في بداية الحلقة، هل تحريف العهد الجديد كان له نزوع إلى إطفاء صفات إلهية وكلمات لا تنسب إلا إلى الله على السيد المسيح؟ يعني هل النساخ هم بينسخوا، أو بالأحرى دعنا يعني نباشر في القول ونقول وهم بيحرفوا هذا الكتاب، هل كانت لهم نزوع وميول إلى إطفاء صفات إلهية على السيد المسيح؟ علشان نعرف المبحث ده، واحد انه عندنا اخطاء، يعني العلماء علماء الكتاب المقدس عن يعني بيشرحوا انه في اخطاء حدثت في الكتاب المقدس، في نسخ الكتاب المقدس، اخطاء عفويه، اخطاء يعني تهجئه، واحد كتب سطر كتبه سطرين، واحد نط من كلمه لكلمه وهكذا. وهناك انواع اخرى مهمه جدا وهي مبحث هذه الحلقه، وهي الاخطاء العمديه في الكتاب المقدس، يعني متعمد، هو متعمد يخطئ في هذا. نعم. صراحه احنا عندنا يعني مباشره في التصريح ان هناك اخطاء عمديه حدثت في الكتاب المقدس. ده كتاب اسمه دائره المعارف الكتابيه بيتكلم على اخطاء النسخ في الكتاب المقدس. أيوه. ويقول ان هناك في صفحه 294 المجلد أو الجزء الثالث، يقول إن هناك اختلافات مقصودة وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ أو لزيادة إيضاح النص. أي. أو لتدعيم رأي لاهوتي يعني بيبرروا التحريف بده، مش بيبرروه بدوت، هم اصلا عملوا التحريف لاطفاء ملامح لاهوتيه او اطفاء عقائد لاهوتيه مش موجوده اصلا في الكتاب المقدس، بيحاولوا يدعموها، بيحاولوا هكذا. طبعا الاخطاء العمديه كانت لها انواع كثيره، منها اخطاء عقاديه ومنها محاوله للتوفيق ما بين النصوص، يعني نص مثلا في متى
ونص في مرقس بينهم اختلاف. فبيحاول الناسخ وهو بينسخ الكتاب المقدس يلغي هذا التناقض. عايز يعمل توفيق. توفيق. فبيدخل عبارات وهكذا. او مثلا وجد خطأ. وجد خطأ موجود في الكتاب المقدس فبيحاول انه هو في نظره خطأ فبيحاول يصححه. انواع كثيرة جدا. احنا في هذه الحلقة هنتكلم على الاخطاء العمدية المتعلقة بلاهوت السيد المسيح. نعم. يبقى احنا كده جبنا مرجع مهم جدا بيتكلم على الاخطاء العمدية. عاوزين نتكلم على السياق اللاهوتي اللي كان فيه يعني المسيحيون في القرون الاولى. القرن الاول والقرن الثاني والقرن الثالث. صراحة انه كانت في معارك طاحنه واختلافات شاسعه ما بين طوائف كثيره، كل منها سمي في ذلك الوقت انه هو المسيح الارثوذكسي او انه هو المسيح الحق. كانت هناك طوائف تقول انه المسيح اله وانسان، كانت هناك طوائف تقول انه انسان فقط، كانت هناك طوائف تقول انه اله فقط. فكانت هذه الطوائف المختلفة والمتباينة والمتعاركة بتتعامل مع الكتاب المقدس. طيب بتتعامل مع الكتاب المقدس بتحاول ان هي تطفي عقائدها على هذا الكتاب المقدس، بتحاول تصحح ما فيه، بتحاول تتعامل ما فيه. طب السؤال بيطرح نفسه، هو سهل كده ان هم يتعاملوا مع الكتاب المقدس ويغيروا ما فيه؟ للأسف سهل جدا. ليه؟ لانه في ذلك الوقت لم يكن اصلا هناك قانون محدد للكتب المقدسة. لو تتذكر ان احنا تكلمنا في الحلقة الاولى عن مبحث مهم جدا اسمه The Canon of the New Testament. نعم. اللي هو مبحث قانونية اسفار العهد الجديد. نعم. في القرن الاول والتاني والتالت وبدايات الرابع ما كانش فيه قانون محدد، يعني ما كانش فيه لستة كده اسمها الكتب المقدسة هي الكتب الموحى بها وما غيرها غير محبين. لا ما كانش غير معترضين. نعم. فما كانش فيه كتب مقدسة محددة. تاني حاجة كان فيه سيولة في هذا النص، يعني بمعنى انه النص كان بيحرف وكان بيدخل فيه عبارات وبيحذف منه عبارات وهكذا. يعني مثلا في واحد من اهم علماء العصر الحديث اسمه ويليام بيترسون، وهذا الكتاب اسمه The Earliest Gospels، يعني الاناجيل المبكرة. نعم. يذكر في هذا الكتاب في صفحة 51 بما نصه انه الاربع الاناجيل الموجودة الان هي بالتأكيد ليست الأناجيل التي كانت موجودة في القرون الأولى. يعني هي أسماءها هي إنجيل يوحنا اللي كان موجود قديما هو متى. هو وإنجيل متى هو إنجيل لوقا هو ولكن المحتوى ليس هو على الإطلاق. هو بيصرح بهذا في صفحة 51. ويليام بيترسون هذا من أهم علماء العصر الحديث. طيب هناك شهادات أخرى ليست من علماء فقط وإنما شهادات من آباء الكنيسة. عندنا شهادة مهمة جدا لأب من أهم آباء الكنيسة وهو العلامة أوريجانوس. ده كان مدير تحرير مدير مدرسة اللاهوت في مصر، وكان عنده مجال الدراسات النفسية. عفوا كان مدير مدرسة اللاهوت في مصر. وكان عنده 18 سنة ومن أهم علماء وآباء الكنيسة. في تعليقاته على إنجيل متى يقول بما نصه، وأنا ذاكر المصدر تعليقه على إنجيل متى في الكتاب 15، يقول: واضح الآن أن الخلافات بين المخطوطات قد صارت عظيمة، إما بسبب إهمال بعض النساخ أو بفعل المنحرفين المكترئين من النساخ الذين أضافوا وحذفوا من المخطوطات ما يرونه صالحا له. ده وصفهم بالانحراف. نعم. يعني هو بيقر انه مخطوطات الكتاب المقدس بيتم التلاعب بيها وبيتم الزيادة والنقصان فيها، وانه يعني الراجل طلعت روحه يعني مدير تحرير او مدير مدرسة اللاهوت بالاسكندرية. عندنا شهادة اخرى من اب من اهم اباء الكنيسة برضو اسمه ديونيسيوس اسقف كورنثوس، يقول انه هو كان بيبعت بعض الرسائل لبعض الكنائس فكانت بتحرف، فبيقول لهم ده شيء عادي جدا ان انتوا تحرفوا اذا كان انتوا بتحرفوا كلام الرب، فمش هتحرفوا رسائلي. فبيقول لهم: ويا للويلات التي حفظت لهم، اذا فلا غرابة ان كان البعض قد حاولوا افساد كتابات الرب ايضا. حاولوا افساد كتابات يعني الرب، يعني اذا كنت اقتلت على كلام الله فسهل جدا انت تفترق على كلامي. وهناك شهادات كثيرة اخرى، يعني كل المحتوى التي تتضمنه هي انه كانت هناك محاولات
لتغيير الكتب المقدسة. هذه المحاولات كانت معروفة ومنتشرة وكانت بتؤثر في النص المقدس، مما دفع آباء الكنيسة والعلماء إلى الانتباه لها والتنبيه عليها. مش عاوز أطول في النقطة دي، لكن هي نقطة مهمة جدا وفيها أبحاث منصورة كثيرة، وفي كتابين من أهم الكتب المتعرضة لهذا الموضوع، هو كتاب Orthodox Corruption of the Scripture لدكتور بارت إيرمان، وكتاب آخر لنفس الدكتور اللي هو دكتور بارت إيرمان، كتاب اسمه Misquoting Jesus. الكتاب الأول هو التحريف الأرثوذكسي للكتاب المقدس، والكتاب الثاني اسمه Misquoting Jesus أو تحريف أقوال السيد المسيح. الكتابين بارت إيرمان. إيرمان. نعم. بارت إيرمان ده حديث الستيتس دلوقتي يعني. نعم. في كتاباته، وكتاباته من أشهر الكتب، من أكثر مبيعا وهكذا. نعم. الكتابين بيتعرضوا لإيه؟ الكتاب الأرثوذكس كوربشن والمسكوتينج جيسس بيتعرضوا لتحريف النساخ للكتاب المقدس، التحريف المتعمد، التحريف المتعمد وغير متعمد أيضا. نعم. وغير متعمد. نعم. هو السؤال اللي بيطرح نفسه الآن، طب هو ايه المشكله ان يكون في اخطاء نساخ؟ ما هو ده شيء بشري. نعم. يعني هم النساخ هم خلال النقل الاغلط في كلمه، المشكله زي ما بيحصل تصحيف عندنا مثلا. نعم. بس المشكله الرهيبه انه اخطاء النساخ ديت اصبحت نص مقدس واصبحت موجوده في الكتب المقدسه حتى الان. هنتعرض لامثله ونشوفها. اتفضل. عندنا نص في متى 24:36. انا بس عاوز يعني اعمل كده يعني فريم للي احنا هنقوله. احنا هنقول انه التحريف المتعمد بخصوص لاهوت المسيح كان بيمر عبر طريقين. الطريق الاول هو نقد لاهوت المسيح، يعني الاعداد اللي بتتعلق بنقد الوهيه المسيح بيتم تحريفها. تاني حاجه او الطريق الثاني اللي هو اثبات عبارات تدل على لاهوت المسيح. يبقى الطريق الاول نقد لاهوت المسيح، الطريق الثاني اثبات عبارات هنبدا بالطريق الاول وهو نقد لاهوت المسيح. عندنا نص مهم جدا، المسيح كان بيتكلم على اليوم الاخر والساعه، فسالوه متى هذه الساعه او متى يعني متى يوم القيامه زي ما كان بيسال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال المسيح: واما ذلك اليوم وتلك الساعه فلا يعلم بهما احد، ولا ملائكه السماء ولا الابن إلا الآب. ولا الإب إلا الآب. النص دوت موجود في المخطوطات القديمة هكذا. المخطوطات المتأخرة إنه الساخ دخل وحذفه ولا الإب. ليه؟ لأنه ده ينقض لاهوت المسيح. نعم. كيف للمسيح ألا يعلم علم الساعة؟ ساعة. ما يعرفش إمتى هتقوم. فغيروا النساخ النص وحذفوا كلمة ولا الإب، وأصبح النص الآن المتداول في النسخ المشتركة الآن ما بين الكنائس زي نسخة سميث فان دايك المشهورة، النسخة البيروتية: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده. نعم. كلمة ولا الابن اتشال. نعم. ليه اتشالت؟ علشان نقد. نعم. نقد لاهوت المسيح. نعم. ولذلك احنا دلوقتي لازم نردد مع ذلك الناسخ الذي كتب على هامش المخطوطة الفاتيكانية، أيها الوغد الأحمر، دع القراءة القديمة ولا تحرفها. نعم. النص الثاني اللي عندنا وهو نص مهم جدا اللي هو لوقا 3:22. النص بيقول إيه؟ ونزل عليه الروح القدس بهيئة جسمية مثل حمامة، وكان صوت من السماء قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. نعم. اللحظة دي لحظة معمودية السيد المسيح، معمودية طقس موجود في الديانة المسيحية. في هذه اللحظة في صوت ظهر أو سمع من السماء، كما يعني أشار إلى ذلك إنجيل لوقا. نعم. قائلا: أنت ابن الحبيب بك سررت. في عندنا مخطوطة اسمها المخطوطة البيزية، وجدنا في قراءة مختلفة. أي. مش أنت ابن الحبيب بك سررت. أنت ابن الحبيب أنا اليوم ولدتك. أنا اليوم ولدتك. دي مخطوطة بيزية ومخطوطات اللاتينية القديمة. نعم. في علماء كثيرين جدا رجحوا، كثيرين قوي، منهم بارت إيرمان، منهم هوك جراندمان، فيتزايمر ده أستاذ متقاعد في الجامعة الأمريكية الكاثوليكية، دانيال فاجن له كتاب اسمه كتاب المسيح في الأردن، بارت إيرمان، فيليند فالكر ده واحد من أهم النقاد المشهورين في النقد النصي. نعم. يعني صنف النص ده من أهم 20 اختلاف
في الكتاب المقدس وانه النص ده محير وهو مش عارف ياخد قرار فيه. نعم. النص ده ليه حرج بقى؟ لو تتذكر ان احنا في الحلقة الماضية تكلمنا عن طائفة تسمى طائفة البنويين او اصحاب عقيدة التبني. نعم. اللي هم بيقولوا ان المسيح بشر. نعم. وان الله اختار وتبناه في لحظة العماد، قبل هذا لم يكن له اي صفة. نعم. اخرى. نعم. وهو ليس له وجود سابق، اي ليس بإله. نعم. فالنص ده كان هم بيعتمدوا عليه. أي. قائلا انت ابن الحبيب انا اليوم ولدتك. فالنساخ وجدوا ان النص ده بيدعم اصحاب عقيدة. نعم. التبني، فحذفوه وجعلوا النص قائلا انت ابن الحبيب انا بك سررت. بك سررت. لانه النص لما بيقول انت ابن الحبيب انا اليوم ولدتك، انا اليوم، اذا قبل اليوم لم يكن ابنا. نعم. وبعد اليوم صار ابنا. نعم. فهو اصلا في الاعتقاد القائلين بالوهيه المسيح، لا ده المسيح اصلا بدايه اله من الاصل، كان الكلمه. نعم. كانت. نعم. الكلمه عند الله، كان الكلمه. نعم. الله. هذا النص اساسه كان انت ابن حبيب انا اليوم ولدته، وفي ترجمه مهمه جدا اسمها نيو جيرسالم بايبل، فعلا ترجمه هذا النص يو ار ماي سون توداي اي فازرد يو، انت ابن الحبيب انا اليوم ولدتك، واعتمدت على هذا هذه القراءه. نعم. في نص اخر في لوقا 9:35 ونص مقارب لهذا يقول وصار صوت من السحاب، ده هو ابني الذي اخترته في المخطوطات القديمه. أي. فانا اخترته دي صعبه على القائلين بلغه المسيح. أكيد. يعني اختاروا، ما هو اصلا ما كانش اله، ازاي يختار اصلا؟ نعم. فغيروا هذا الذي اخترته الى هذا هو ابن الحبيب، ولذلك في كل الترجمات العربيه الان موجود فيها هذا هو ابني الذي اخترته وليس هذا هو ابن الحبيب. والاب متى المسكين في تعليقاته على انجيل لوقا اشار الى هذه النقطه. وبرضه دعنا يعني نردد مع ناسخ المخطوطة الفاتيكانية، أيها الورد الأحمق دع القراءة القديمة لا تحرف. طيب دكتور حسام عاقل، أنا عايز في الدكتور حسام أبو البخاري، أنا آسف الحسامان ربنا يخليك، زكريا بطرس هل يفقه شيء في اللي حضرتك بتتكلم عنه دلوقتي؟ والله أنا لسه قدامي لسه طويلة، بس زكريا بطرس تقصد زكريا حرام العلقة. نعم. نعم. هو ليه اسمه مشتهر بيه زكريا حرام العلقة، لأنه كان بيتكلم على العلقة وتطور الجنين في الكتاب المقدس، فسرق لفظة العلقة من القرآن. نعم. ونسبها إلى الكتاب المقدس، فلما ذهبنا إلى الكتاب المقدس تحديدا في سفر أيوب لم نجد العلقة، فسمي حرام العلقة. فإذا قلت له زكريا بطرس. نعم. يعني جاء إلى الذهن حرام العلقة والعكس صحيح. يمكن الرجل عايز أصلا في 4 دقائق كده تقول لي الرجل ده، طبعا الحمد لله انه هو من فضل الله سبحانه وتعالى فتح لنا الباب نتناقش نعرف. نعم. ديننا كويس ونعرف التجاوزات اللي هو عملها من خلال طعنه في القرآن والسنة والتشكيك في كل شيء. هل حضرتك ترى من خلال اللي بيتقال ومن خلال الردود ان هذا الرجل يفقه ما تتحدث انت فيه الان؟ انا صراحة كانت لي مناظرة معاه، كنت انا والشيخ ياسر متولي حفظه الله من طلاب العلم في اسكندرية، كانت مناظرة شهيرة، وفي وسط المناظرة تركنا وهرب وقعد يقرا من جورنال اسمه جورنال الحادثه كان بيتكلم عنه. بقول لا يفقه اي شيء في المسيحيات، لا يفقه اي شيء. يعني لك ان تتصور، كان مره اخ بيساله على قناه الحياه عن تفسير اسمه التفسير الحديث، فخرج وقال ما فيش حاجه اسمها التفسير الحديث، وانا عندي 59 سنه بقرا في الدين المقارن وعمري ما سمعت عن هذا التفسير. وتفسير حديث ده حاجه زي مثلا تفسير ابن كثير عندنا. يعني اي طالب علم عارف انه في تفسير. نعم. ابن كثير. نعم. تفسير الحديث ده منتشر جدا ومعروف. فقعد يكذب الاخ ويقول انه ما فيش حاجه اسمها التفسير الحديث. فالرجل لا يفقه اي شيء في المسيحيات. نعم. لا علم له بما نقول. اعتقد انه هو لو سمع الكلام ده هيعتقد ان احنا بنتكلم في اسماء ادويه او اسماء امراض او هكذا. نعم. يعني. نعم. يعني مثلا فاكر. نعم. انت حضرتك النص اللي احنا اتكلمنا عنه بتاع رساله يوحنا الاولى 5:7. نعم. اللي العلماء قالوا انه هو اضافه لحقيقه. نعم. واضيف. نعم. في القرن 16 وهكذا. نعم. مره سئل عن هذا النص، حضرتك تتصور قال ايه؟ قال عوامل التعرية راحت المخطوطات وشالت هذا النص. احنا عندنا 500 مخطوطة لرسالة يوحنا الاولى 5:7، ما بين ال 500 مخطوطة دولت في 8 مخطوطات بس موجود فيها النص، فعوامل التعرية راحت المخطوطة الاولى وشالت النص، وعوامل التعرية راحت المخطوطة التانية وشالت النص، وعوامل التعرية راحت المخطوطة التالتة وشالت النص. هو مش فاهم حاجة. يعني هو في المسيحيات، وده يمكن يكون السبب اللي هو دفعه للقطع
والهجوم على الإسلام. نعم. يعني أنت لما يكون عندك مشكلة، يعني كما يقول المثل ودت الزانية لو أن كل النساء زانيات. نعم. رجل أفقى شيء في دينه، فبالتالي بيعود هذا النقص وهذا الخلل اللي عنده بالهجوم على الدين الآخر والكلام عليه. نعم. أنا بس عندي نصوص ممكن نقولها ولا؟ والله إحنا أنا يعني هنسعد بحضرتك علشان بس وقت طب أشرح نص واحد ممكن؟ طب اتفضل في دقيقة كده. في نص مهم جدا عندنا، واحد ذهب للمسيح فقال له لماذا تدعوني؟ قال له أيها المعلم الصالح. فقال له لماذا تدعوني صالحا؟ ليس أحد صالحا إلا واحد هو الله. النص ده عندنا كده. في كتابات الآباء اللي هم كتابات الآباء في القرن الأول والثاني والثالث وجدنا النص بصيغة مخالفة. لما راجل جه سأله أيها المعلم الصالح ماذا أفعل لكي أدخل الحياة الأبدية، قال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد الله أبي الذي في السماوات. طبعا للوهلة الأولى ما فيش فرق، إيه الفرق ما بين ليس أحد صالحا إلا الله وليس أحد صالحا إلا الله أبي الذي في السماوات، وبعض الكتابات ليس أحد صالحا إلا أبي. لا، الفرق رهيب. حصر الصلاح في الآب فقط، هذا نقد لألوهية الابن والروح القدس. وهم يعتقدون أن الله آب وابن وروح القدس، فحصر الصلاح فقط في الآب هذا نقد للأقنوم الثاني وأقنوم الثالث. فتم تغيير النصوص أو تغيير هذا النص من ليس أحد صالحا إلا أبي إلى ليس أحد صالحا إلا الله. ليه؟ لأن لفظ الله مبهم، قد يفهم منه الآب وقد يفهم منه الابن وقد يفهم منه الروح القدس. عرفنا منين أنه هذه القراءة كانت موجودة؟ لما رجعنا لكتابات الأباء زي يوستينوس وكليمندوس وغيرهم وأوريجانوس وجدنا ليس أحد صالحا إلا الله، ليس أحد صالحا إلا أبي الذي في السماوات. وأعتقد الوقت خلص، يعني إحنا محتاجين نقول تاني للأسف أيها الوغد الأحمر ده القراءة القديمة. لازم نقول كل الناس لأن الحلقة كمان بتذاع على البالتوك والإنترنت، لازم كلنا نردد في نهاية الحلقة اللي يعني لم يسعنا الوقت لشرح كثير منها. أيها الوغد الأحمر لكل محرف يحرف كلام الله عز وجل أو يتبنى هذا التحريف أو يدافع عنه أو عشان يدعم نظريات أو يكرز به، نقول له أيها الوغد الأحمق دع القراءة القديمة لا تحرف. أنا بشكر الدكتور حسام أبو البخاري. الحقيقة مش عايز الناس تفهم أنه حديثنا ده داخل في إطار فزاعة الفتنة الطائفية، علشان ما نعودش نزايد. عايزين نقول شكرا زكريا بطرس أنك أنت أتحت لنا الفرصة الحقيقة على طبق من ذهب كما يقولون، أن نعرف الناس أي الدينين أبقى، أن نعرف الناس أن الإسلام دين عظيم نصوصه ليست بها الشبهات التي تثيرها، وليس بها هذا الوهن والضعف الذي نراه في التحريفات الكثيرة التي أكدها الآباء الحقيقيون في هذا الأمر. أنا عاوز أقول أن كل ما أتكلم به لا أتكلم به من تلقاء نفسي، وإنما كل ما أقول به هو كلام العلماء المحققين في الكتاب المقدس وفي اللاهوت المسيحي وفي تاريخ المسيحية. وأي حد يجد أن أنا قلت كلمة لم يقر بها عالم من العلماء أو مجموعة من العلماء يريت يرسلنا. أنا إيميلي طبعا هنجيب إيميلك ونقول إن شاء الله حاضر. وأنا تحت أمره. شكرا جزيلا دكتور حسام أبو البخاري على حضورك معنا. بشكركم وأشوفكم الخميس الجاي على خير بإذن الله. دمتم في حفظ الله. مصانع وآلات تصنيع مغلق في مصر والشرق الأوسط.